الله الله على ربة المنزل مين؟ مين شو قلت؟ رانيا. طب ايش كده يعني؟ طب قول كلمة عشان تحس انك تخوف. انا عم بقول لك بس كده؟ شو قلت؟ قال لي الا شيء الا رانيا. الا ما بعد شارع. الا انت سألت لي شو بس رانيا شو قلت؟ عم بقول لك طبعا انا فاهم طلع في كثير وشك كده؟ I'm not sure if you're going to be able to do it. أي مصاري مصاري أنا ولارا نوني مصاري أنا ولارا نوني خليني عشان أقول لك مصاري ومش فاضي مصاري كم واتساب مصاري بعثنا إس إم إس ترابين أنا ولارا مصاري كم واتساب please and then get a big poster with our picture لا بنطلون اسمه البستان and then come see me after the prime I want Masari to come see us. I swear to God, if you came, it would be so nice. اي حدا بيجي على طول لما الدار بتاعه البدايه 6 شقه كده 3 ايه ده؟ كندا كندا شو كندا؟ كندا ليه؟ استنى كلمة دولية ممكن تديني نمرة؟ مع بس مبسوطين اوكي انا هاخدها بعدين هاخدها من حد تاني ها؟ لازم توريني كم مفتاح كندا؟ الكود 00561 حاجة كده لا 0051 ايوه هو هيك كتبه 351 هو كاتب كده شقة طب انت اللي تحب تقفز شو اسوي لك؟ ويا سلام ويا سلام الله يا سلام ويا سلام الله يا حمام جر الالحان من يعيش امسك امسك عيش الحياة لا ترى له مكان يمسكونه منه شبه هنا ايوه ما تعرف شوف صوته تدقج من يقول اني لغيرك انا لك ماني لغيرك انا لك مصيري حبيبي في مصيري كده شوف روحي اقعد انا اسوي 13 طار في ناس لابسين مزرعه اه 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 اوه في ناس وجهك لحالك مزرعه ماشي لحظه يم وش ابراهيم واحد منكم راح يخليني اروح ابراهيم كمل الجمله يم وش نسوي ايه خايف نسوي ايه نتفتنا البنت نتفت تمشي ألفين يلا أعطيها أنت يم مصماخ مصماخ يم صنة يم صنة لا مش هيك شوف هيدا شوف هيدا وفدع 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 يدش وصبير جديد كده؟ ها
عنده كل صار شيء مثل انت الراس الضوضاء. من لين تعين بتكلم تهدد الناس؟ يعني المفروض انك تمشي على اربعة يا قليل الادب. بس انا راح اتكلم منك وقول بخ لما تبخ. لما قالت بخ بخ ومن ليلو يا بناتي انا جايتي زناتي منو؟ بيقولي انا قاعد في الحارة. زناتي منو؟ احبها منك والله. بعدين دلوقتي كيف؟ عشان هضحك دلوقتي. يبيلها يبيلها شلون تغني انت ما تعرف تطق ايقاع؟ ما اعرف اطق. انا قالوا لك خال. شكو خال؟ لا السمر هم اللي يحبون. ياما مصاقع بيض ما ادري ما سويت ينقي. بس هذه شو اسمها؟ انا اغني ما اعرف اغني ما انا قاسي انا قاسي هاي بلاتينا المسرح عشان اللي قاعد من الهكي انا قاسي يعني وشو لا انا قاسي انفخي بلالينا عشان عيني ليل طبعا يعني انت قاعد تسوي شيء وتضحكي قبل ما تتتتا طب خلينا ادينا فرصه احنا نضحك انا بضحك على حاجه ثانيه على الناس بضحك على نجاتي دائما بس تحس نفسها متورطه تقول انا بضحك على حاجه ثانيه انا بضحك على نفسي مش انا يعني مش بليق عليا مش بليق علي مش لايق عليا لا على مش مش اصلا مش منك من الخط اللي باين بين شعرك احمر في احد رايح نشوف هذاك هذاك حارق نفسه انت حارقه من هيك ليه انت قاعده كده طيب كيف الشمس حاره شمست بالعكس الشمس طب ليه الهبل هذا يعني ليش انا ماني فاهم الناس ليش يروحون يحرقون انفسهم تغير لونك يا اخي تغير لونك في الاله هذه اللي تكون تحتها تصير برونزي